من 5:19 دقيقة. تحية لكل من خلت يسمع فينا. لقيت هذا كما العادة كما كل نهار جمعة نشرة السلامة السيبرنية وتلتحق بنا بالتليفون أمل وسلاتي. مرحبا بك أمل. مرحبا بك محمد، تحية ليك والكل اللي صافينا على أمواج إذاعة شمس فيم. تحية تسلكم كالعادة من أرجاء الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. باش نرجعوا أمال إلى بلاغ وزارة تكنولوجيات الاتصال الأخير والمتعلق بوجود حملات وهجمات سيبرنية وعمليات تصيد تستهدف الصفحات الرسمية لهياكل ومؤسسات عمومية وطنية. بالفعل باش نرجعوا اذا كما تفضلت انت بالذكر محمد لبلاغ وزاره تكنولوجيا الاتصال الاخير اللي افادنا انه فما حملات هجمات سيبرنيه او ما يعرف بعمليات التصيد اللي تستهدف بالاساس صفحات الوزارات والهياكل العموميه والخاصه. اذا كان تسمح محمد اول حاجه نبداو بها نفصلوا شوية للسادة المستمعين شو معناتها فيشينج وأيضا شو معناتها التصيد. التصيد بالضبط كما توحي الكلمة بذلك، وكما يقوم الصياد باصطياد السمك شبكة، إذا باش يصطاد السمك في البحر تماما القلصان أو المهاجم اللي هو شخص مارق عن القانون إذا يحط في ال أو ينشر خلينا نقوله ويقوم بإرسال رابط إلكتروني يكون مشبوه ويوحي لنا بدوره إلى صفحة ويب مشبوهة. إذا الأهداف متاع التصيد الفيشينج هو أولا أنه يتم سرقة المعطيات الخاصة سواء كانت مالية أو تتعلق بحسابات كما الوضعية الحالية حسابات موجودة على الفيسبوك، والهدف الثاني هو سرقة الأموال. بالنسبة للوضعية الحالية الهدف الأول هو سرقة كل المعطيات الخاصة بحساباتنا الموجودة الخاصة بالصفحات الرسمية الموجودة على الفيسبوك، ثم التحكم وقلصنة الصفحات هذه. اذا البلاغ جاء فيه انه الطريقه اللي قاعد يتم اعتمادها هو او هي عفوا تلقي اذا تلقي تنبيه من صفحات مشبوهه تدعي انها صفحات تابعه لموقع فيسبوك وتفيد المحتوى نتاع التحذيرات هذه او التنبيه هذه، يقول لك انه لو قمنا بحذف محتوى من صفحتك على الفيسبوك ادخل او انقل باش تشوف السبب الهذية. بمجرد ما المبحر او المشرف على الصفحة يقوم بالنقر وبفتح المحتوى هذية، بالتالي يتم فيما بعد القاصنة متاع الصفحة. اذا هوني فما معناتها توجه او دعوه الى الساده المشرفين على الصفحات الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي الى الرفع من درجه اليقظه وتوخي الحذر. وفي الاطار زي ولدت ايضا دعوه وزاره تكنولوجيا الاتصال الى عدم فتح اي رابط يكون مشبوه ومتاتي من صفحات مشبوهه أو غير معتمدة، لأنه الروابط هذه تمثل أولا تحتوي على محتويات ضارة وتمثل تهديد للسلامة المعلوماتية الخاصة بالهياكل والمؤسسات. أيضا كانت وزارة تكنولوجيا الاتصال معناتها أوردت في البلاغ اللي أصدرته مؤخرا أنه ثم رقم هاتف على ذمة جميع من يرغب في الحصول على مزيد من المعطيات والمعلومات أو الإجابة عن مختلف الاستفسارات. رقم الهاتف هو 71 846 0 20. وأيضا بالنسبة للي قام بالنقل وفتح الرابط واللي يلزمنا ما نحلوهوش، نأكدوا على ضرورة عدم القيام بالضغط وبالنقل على الرابط هذية وعدم فتحه. إذا بالنسبة للناس اللي ضرت
بالإمكان إنهم يبعثوا بريد إلكتروني على العنوان incident@ancs.tn. واضح، شكرا لك ميلو سليتي، نشكرك برشا على تدخلك معنا. إن شاء الله موعدنا يتجدد في نشرة أخرى نهارة الجمعة الجاية في جينيراسيون ديجيتال في شمس ماك. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين، نحن مازلنا مواصلين مع الموسيقى، نخليكم مع تريسي تشا.